الحفار. الدولة كتطلب المواطنين باش يخلصوا الضرائب، وكنشوفوا لازال مدينة الدار البيضاء عيب وعار وحشومة. ماشي حيت شهر 7 ولا شهر 8 حيت دخلوا المهاجرين ولا السواح تشجيع السياحة باش نشوفوا مدينة الدار البيضاء. حنا دائما كنهضروا على بلادنا بالميزات وبالإنجازات وبالبنية التحتية وبأي شيء وصل لهذا البلد العزيز، وكل شيء كيتغير وكل شيء كيتجدد، المشاريع كبيرة والمشاريع كثيرة، ولكن باش نشوف الحفار في قلب مدينة الدار البيضاء بسونطافيل، الشارع على قدو حدا حياة جنسي حدا ترامواي، يعني هذا الشيء في الحقيقة كيبكي كيبكي باش غادي نتكلم على مدينة الدار البيضاء، على المدن المغربية والحفار. خص العمدة تجي تشوف حشومة، هذه ما خصهاش تشوف، ما خصهاش تشوف حتى 5 دقائق، وهذه تقريبا هذه 3 أيام هذه، وهي هذه الحفرة هذه هي كاينة، ولا مسؤول لا رئيس جامعة دازت لا مستشار لا حتى شي واحد مسؤول من مجلس المدينة باش يشوف هذه الحفرة هذه. هذه وحدة من بين الحفار اللي كاين في الشوارع وفي الأزقة ديال مدينة الدار البيضاء، ماشي هكذا باش غادي نبينوا بلادنا ومدينتنا، لا سواء المغاربة اللي موجودين لداخل الوطن ولا المهاجرين ديالنا المغاربة ولا السواح ولا التويس. هادشي عيب، هادشي كيبكي، وهادشي كيخلقنا مشكل بلي بلادنا ماشي هي هذيك، الأمور ماشي هي هذيك. خص لجنة دغيا باش تحقق باش تصوب هاد الطريق هادي، لأنه هادي مهزلة باش نشوفوا الشارع على قدو في وسط مدينة الدار البيضاء بهاد الحفار، والحفرة كبيرة وماشي هادي بوحدة اللي كاينة، كاين بزاف ديال الحفار كاين في مدينة الدار البيضاء اللي خاص المجلس يتسارع ويدور وماشي يرقع باش يقاد الزناقي. هادي الصورة ديال البلاد ديالنا، الصورة ديال الواحد من بين المدن المغربية الاقتصادية مدينة الدار البيضاء، وهذه غير دائما كما كنت كنتكلم على السوتيران. جا الدور ديال الحفار اللي كاين في مدينة الدار البيضاء باش يصوبوهم باش يقادوهم باش ما نكونوش شوها، سواء المغاربة اللي عايشين خارج المغرب وسواء السواح أو أي دولة أخرى. بلادنا بغيناها تبقى زينة، المشاريع الكثيرة، ولكن هاد الشيء هاد الجزئيات كيحطموا الطموح ديال اي مسؤول كيبغي يدير شي حاجه مقاده في هاد البلاد هادي.